طيب دينا انت بتزنقيني. ايه تاني؟ انا بنسى. رمضان جا لا استني عشان اظبط الطبق. انت بتهزري؟ اكشن. استني مش هقول. بصي انا بوظ لك الفقره دي خالص. استني مش هقول. ايه تاني؟ اسمي بالكامل هلا السعيد احمد. ايه تاني؟ انا بنسى. عزب. عزبه. عزب. الشغلانه اللي بشتغلها قبل التمثيل انت عارفاها، كنت بشتغل مذيعه. انا بحب الاكل قوي، يعني مش عارفه اقول لك طبقي المفضل عشان بحب كل الاكل، بس سوشي، سي فود، حاجات كتير قوي. هو اهم حاجه ان هو يبقى حنين، جدع، يعرف يحتويني. شفتي بسيطه ازاي؟ لا انا ما بيهمنيش الشكل خالص، تخيلي. لا انا بيهمني الشخصيه اكتر، يعني انا اهم حاجه عندي الشخصيه، لازم هو يعجبني دماغه، لازم يبقى ناجح، يعني في تفاصيل كده معينه، بس الشكل مش بيشدني خالص، حاجه غريبه. نهاره اسود. لا 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 ما عنديش الموضوع ده، صعب قوي عندي الصراحه. بنسحب. لا ما بحبش الانتقام خالص.